بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما راكم تشوفوا هذه لا فوتو تاع الطاقم، تكون سروال تقليدي جزائري خاص بالخيتان، وجيلي مخدومين من قماش تاع السوز دي ابيض، ومبطن بقماش تاع الساتان. هذا الصدريه كما راكم تشوفوا هي مطروزه من جهه تاع الامام ومن جهه تاع الخلف، والسروال مطروز يقولوا جوانب تاعو من الاسفل الى الاعلى. بون، اليوم راني راح نوري لكم كيفاش ما يقولوا بصفه عامه كيفاش راح ينفصلوا السروال مدور وجيلي. هنا نوري لكم على لا فيزلين هاك بخي كيفاش حنفصل. هنا القماش نشدوه كما راكم تشوفوا، القماش نشدوه على زوج، هنا على زوج عندنا، ومن بعد نطبقوه من هذه الجهه، هذه الجهه هذه كما راكم تشوفوا، نطبقوه من هذه الجهه من يكون مغلوق ومن اللي يكون مفتوح. هنا نطبقوه من هذه الجهه، عندنا ندور العرض من لهنا 18 سنتيم، هذا هو العرض تاع السروال بلا الاخر تاعو، بلا اسمه الخمله تاعو. وعندنا الطول اللي ندو هو هذا المقاس تاع طفل، تاع طفل تاع 5 سنين. عندنا الطول تاع السروال تاعو هو 64 سنتيم. هنا واش ندو؟ ندو 64 سنتيم، نزيدو منا قيس الخياطه 1 ولا 2 سنتيم تاع الخياطه، ونزيدو منا العرض تاع واسمو لاستيك. كيما هنا درت العرض تاع لاستيك 4 سنتيم، صافي منا لهنا زدت 8 سنتيم. وكا عندنا هنايا هنا العرض تاع دور تاع دورة تاع السق مقسومة على 2، نزيدو لها 2 سنتيم تاع الخياطة، وفصلنا الاخرى السروال من لهنا جاي مائل. كما قلت لكم هنايا عندنا 18 سنتيم في العرض، وفي الطول عندنا 64 سنتيم تاع الطول تاع السروال، زائد 8 سنتيم تاع الاستيك، وزائد 1 سنتيم من تاع الخياطه. بون، نقطعوا من لهنا، هذه هذا هو الرجل تاعو نقطعوا، وهذا اللي هنا اللي فضل لنا نطبقوها على زوج، هو الاخر تاع كيف يقولوا السروال الخمله. هذا هنايا نديروهم بليسي كما راكم تشوفوا. انا راني فصلت القماش، راني فصلت القماش، هذا هو السروال. هذا هو السروال ما يقولوا لي ديمونسيون هذوك اللي فصلت، وهذا اللي درتو تاع الخمله. هنا درت العرض تاعو، كيما راكم تشوفوا هذا تاع السروال، درت العرض تاعو 18، والطول تاعو درتو 64 زائد 8 زائد 2، صافي 74 سنتيم اللي درت الطول تاع السروال. وعندنا هنا هذه تاع الخمله، حنديرها بليسيا ما يقولوا بليسي، بوصا درتها عريضه انا، درتها عريضه هنايا.
عندنا. واسمه الطول 74، 74 في 2 صافي، 2 و 74 في 2 صافي 148. بعدنا العرض اللي درت، درت 50 سنتيم، على خاطرش هذا الموديل كما راكو تشوفو وجاي بلي بلي، هذه الاخرى تاعو جايه بلي بلي، وهناك راكو تشوفو هنا مبرودي، وهنا يا ثاني مبرودي، هذا بلي بلي وهنايا بلاستيك كما يقولوا. على هذه درتها بزاف عريضه، هذه الاخرى تاعو على خاطر شحن بليسيها. دوكا نوري لكم ثاني الجيلي كشحن فصلو، ديفلو الباترون تاعو راح نفهم لكم ابخي، نقولو بصفة مختصرة واش راح نخدم. وعاد هنا جيلي هذه الجهة، هذه الجهة تاع الامام، وعاد هنا هذه الجهة تاع الخلف. وكيما تعرفوا جيلي عندو لامونش تاعو الكتف تاعو صغير، ماشي كيما الكتف تاع شوميزي تاع قميص. على هذه هنايا كيما كنت تشوفوا هذه هي الرقبه، نقولوا هذا هو الكتف تاع جيلي تاع شوميزي تاع طفل تاع 5 سنين. لهنا نقصت 1 سنتيم في دني في الكتف، وهنا نقولوا هذه هي لامونش، هذه هي هذا الخط هو تاع لاموش. هنا زدنا حبطنا نقولوا 1 سنتيم و 2. والرقبه يجيب لي بانس، هذا الجيلي اللي هذا ندير له لي بانس غير من القدام، ومن اللور ما نديرلوش لي بانس. كيما راكم تشوفوا هنا جاي شويه مائل، هذا الفصله تاعو مايله، وهنا مثلث شغل مستقيم. هنا نقطع، نقول الباترون هذا هذا هو دورة الخصر، هذا هو دور الخصر. هنايا منا دور الخصر هنا دور تاع ليونش، هنايا هذه الخيط تاع ظهر هذا هو الجهة تاعو مقطع منا. الرقبة تاع ظهر الكاتف نقصنا له 1.5 سنتيم، تحت ثان حبطنا 1 سنتيم. هذا الباترون تاع الامام، وبيان سور هنايا كي درنا هنايا من لهنا عرض تاع الخصر،
نزيدو قسمه نديرو القفالي هنايا كيما هنايا زيد ناقص القفالي تاع ظهر ما نديروش مفتوح من اللور نفصلوه ديريكت كما راكم تشوفوا هذا هو الباترون اللي راني رايحه نفصل عليه الجيلي هذا تاع القدام هذا تاع اللور تاع ظهر ما نديروش مقطع من اللور وما نديروش ما نديروش لي باس نفصلو عادي وهذا تاع الامام ندير له لي باس كما راكم تشوفوا جاي شويه مايل من هذه الجهه اليوم وريت لكم ما يقولوا شرح مبسط على طريقه كيفاش حنفصل هذا اللبسه هذه تاع الختانه تاع دراري وكما راكم تشوفوا الموديل مطروز الخطره على حس الفيديو الدوزيام انا حندير لكم كيفاش تبروديو هذا الموتيف الرسمه تاعو وجدتها له ما قدرتش ندير لكم فيديو على خاطرش كما يقولوا جاني شيء صعيب وماشي في البدايه تاعي ندير لكم رسمه صعيبه شغل نبداكم بالعقل ندير لكم رسمات خفاف ومن بعد نولي ندير لكم رسمات واعرين هذا الرسمه تاعو جاتني واعره بصح ما درت لكمش فيديو ومن بعد موراها ندير لكم الخياطه تاعو ونصور لكم الموديل طالع حبيباتي اللي حبيتو يوصلكم الجديد اللي ندير ما تنساوش ديروا ابوني وكتبوا لنا في التعليقات الحاجه اللي حبيتوا نديروها لكم ما تنساوش ديروا لنا لايك هكذا باش تشجعونا باش نزيدو نخدمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.